الحكاية التانية وأنا في الرياض طول ما أنا ماشي الناس متهنيني سعوديين مقيمين مبروك مبروك يا عمرو آه برافو عليكم مصر إن شاء الله تعمل أحسن حاجة آه لعبته حلو قدام سالكة حاجة كان في انتعاش غير طبيعي والناس كلها فرحانه جدا لمنتخب مصر. وعايز اذكر حضراتكم الاسبوع اللي فات زي النهارده. قلت ايه؟ قلتلكوا لكم اقفوا جنبهم وبعدين ابقوا هاجموهم. ما تهاجموهمش وبعدين تيجوا تقفوا جنبهم. احنا محتاجين نقف جنبهم وبعدين لما يخرج ابقى اعمل فيه اللي انت عايزه. واليوم اغير الاستراتيجيه بتاعتي تماما او التكتيك بتاعي تماما انا الان بقول الاتي ان هذا المنتخب العظيم الذي عمل مباراه تاريخيه ومن اجمل ما يمكن في ظل ظروف صعبه جدا اللعيبه كلهم كانوا ابطال بك... ايه احتياطي وحارس المرمى وابو جبل والشناوي لما خرج و... و... والنني والتالق بتاعه كل ومحمد صلاح لما حط البنالتي الاخير اللي المي... كل اللي انت عايزه. ومحمد عبد كل اللي انت عايزه. انا بقول النهارده ان هذا المنتخب يستحق المسانده للنهايه. النهايه بتاعتك ايه يا عمرو؟ نهايتي بعد تصفيات كاس العالم نهايتي مش نهاية بطولة الأمم الأفريقية بالنسبة لنا كمواطن مصري الأمم الأفريقية جميلة وعلى عيني وراسي إنما المهم بالنسبة لي أن أصل إلى الدوحة أن أكون في الدوحة وأن نفوز في مباراتي السنغال أما ما يحدث الآن فلنقف خلف المنتخب المصري بقوة واحد ارحموا اللعيبة واحد ارحموا اللعيبة اتنين مش وقته أبدا تقرروا ان انتوا عايزين تجيبوا مدرب وكل يوم حد عنده واحد صاحبه عايزه مدرب او عايز يشغله بعد الظهر مدرب يطلع عنا محدش يقرب للمدرب ومحدش يقرب للعيبة لغاية بعد مارس عزار بعد ما مارس يخلص ابقى تعالى بقى اقول لي ايه والله الراجل ده ما وصلناش كاس العالم والله اللعيبة دي ما كانتش كويسة بالقدر الكافي والله كذا 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 نبقى نتكلم بس يا جماعة يبقى عندنا منهج في الاشياء احنا مش هنهاجم الناس كده وخلاص